خاشو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بوشعالة سارة. لا بوشعالة سارة مدة 6 شهور جاتها السخانة، ولما جاتها السخانة مشيت للأطباء ديال سبيطار مولاي عبد الله، دوزوا لي هذوك الأطباء اللي كيكونوا عند الاستقبال، عطاوني غير قويلبات يعني شريتهم. ولما عاود السخانه مشات بقات كتعاود جهه وتعاود جهه، مده شي عامين ونص او 3 سنين جاتها واحد السخانه الحاله ديال الموت، دوزت ليها مده شي 15 يوم او 20 يوم ما كالت ما شربت، يعني كنت كنتسنى فيها الموت. لما بدات كتفيق وكتقعد قعدت الدريه ماشي طبيعيه، بقات ديك السخانه تاثرات عليها، فاش ناضت ناضت مشله مشله من على حساب من جهه الحوض ديالها ولتحت كله، بقات مده 15 يوم اخرى بدات كتتحرك، لما بدات كتحرك بدات كتمشي على المشيطات ديال الرجيلات يعني على الصبيعات، فاش بدات كتمشي على الصبيعات مشيت للسبيطار ديال سبيطار مولاي عبد الله، وعاود رجعت مع الرانديفوات الدريه لحقت لواحد الحاله، بداو ليها الرجيلات ديالها كيبداوهم او حتى اليدين ديالها كيبداهم بحال الحرك، بحال شديتيهم وحركتيهم وكيتفرقعوا، لما كيتفرقعوا كيبدا كي اللحم ديالهم كيتكل كيتكل وكيطلق واحد الميكروب ما عرفتوش شنو هو، يمكن الاطباء احسن مني انا يعرفوه، صفوريه كتطلق منها، لما كيلحق الحاله ديال الصبع ديالها كيتقطع صافي، كتلحق العصب العصب كيذوبوا بحال الشمع كيتقطع، صبيع بصبيع 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 حتى لحقت الحاله ديال 10 السبعان ديال رجيلاتها تلاشاو بقى غير واحد، والان المرض ديالها كياكل فيها تياكل ليها في الرجل اليمنى، الرجل اليسرى الحمد لله شويه ولكن الرجل اليمنى باقي كياكل فيها، انا خايفه غير هذاك المرض يطلع يدي ليها هذاك الكعب ديال رجلها كامل الى يلحق المفاصل ديال اخر الرجل ويطلع ليها الركبه، انا كنطلب من الاطباء جميعا اي طبيب من مختصين يشوف من حاله بنتي، راه في واحد الحاله مرتدي لا يعني اي واحد شافها كتبقى فيه، الاطباء ما لحقوناش ليهم، عندنا الرانديفوات كاين رانديفو اللي على عام كاين اللي على 6 شهور، حتى الطبيبه اللي انا مدايره ليها باش كتعطيني ندير التحاليل، لما كنمشي ندير التحاليل كنشدو على 15 يوم على 20 يوم كنديه باش تقراه الطبيبه كيقول لك سيري شدي رانديفو، انا التحاليل غادي يوفوا على 6 شهور كنشد الرانديفو على 6 شهور، والحاله باش كنديها باغا ندير الشبكه او باغا ندير راديو كيقولوا لي كنمشي على مده العام كيعطيوني رانديفو، وانا خاصني البنت ما يفوتوش ليا ليها حتى 4 شهور ما يفوتوش ليا حتى شهر، راه الحاله ديالها مستعجله يعني راه 15 يوم خاصني نتابع الحاله ديالها، ماشي كندير تحاليل كيوفاو كنعاود ندير تحاليل اخرى على 6 شهور اخرى كيوفاو، كنمشي نبغي ندير الشبكه ما كيساعدونيش ما كيدوزونيش، هذوك الناس ديال الاستقبال هما اللي لما كندي ليهم والوراق ديالي موجودين الا بغيتي نوريهم لك. جبت بشرى الورقه هذيك الحمراء اللي ضاربين عليها، هذيك كانت عندي شبكه ما عرفتش شنو شبكه ما عرفتش السكانير ما عرفتش الشبكه، انا ما قارياش وما فهماش ما عارفاش الدريه زايده في 2012 شهر 3 2012 شهر 1 2 هذا شديته هو الاول بدايه الهاروشي، هي هاد الورقه راه مضربوا عليها، ما بقاش الاسم ديال الدكتور، هو اللي صيفطني ملي شافه في الحاله
ضاعر فيا وعيرني، وقلت لي ودي انا دابا 3 سنين وانا في سبيطار مولاي عبد الله، وسبيطار مولاي عبد الله المعامله ديالهم بخير وزوينه، حتى صحاب استقبال الله يعمرها دار، ولكن قالوا لي احنا ما عندناش امكانيات. لحقت للدكتوره اللي قلت ليها حاولي تشوفي كيفاش ديري بلا ما تصيفطيني، قالت لي البنت ديالي ما كتحملش الطوبيس، والطوبيس راك عارف فيه هو ديال الناس الفقراء اللي معانا، الدريه ما كتخلصش، كنخلص غير انا وباها، باها كيمشي باش يعاوني، او بعض المرات كتمشي معايا اختها باش تعاوني. لما كنمشيو نلحقو تما، انا مشيت شديت الرونديفو الاول، مشاو الوراق ديالو، لما هذاك الدكتور قال لي صافي هاد الوراق ما بيه معامل، حيدتهم شديتهم مدة 6 شهور، مشيت عند الدكتور. هاد الدكتور ملي مشيت لعندهم قلت لهم عطيوني الرونديفو، بنتي باغا دير الشبكه، المهم هي الورقه اللي كتضمن اشنا هو كاين. قالت لي عامر 2019، هذاك 2018 عامره. انا مشيت تقريبا في شهر 8 او في شهر 7 الاخر ديال السنه ديال 2018، قالت لي عامره. قلت لها ودي يا بنتي شوفي كيفاش ديري، دوزيني راه الحاله ديال بنتي مستعجله. قالت لي انا ما عنديش كيفاش ندير لك، انا قالت لي ما كنعطيكش انا من عندي، الاطباء هما اللي كيلزموا علينا باش كياخذوا واحد الحالات مختصين، او ما عرفتش ما فهمتش. قلت لها ويمتى يمكن ندير؟ قالت لي سيري خرجي الا لقيتي على برا، انا ما عنديش فلوس باش ندير على برا، ولو بغيت ندير على برا لقيته غالي، ولو بقيت ندير على برا ما استقبلونيش، قالوا لي انت ما في يعني هذا الشيء اللي باغا انت، الثمن اللي باغا انت ما كاينش في الخيال عندك الا بغيتي الثمن، بحال مثلا بغيت شي حاجه قل من هذاك الثمن باش يديروا لي، انا ما عنديش ما استقبلونيش. عاود رجعت للاستقبال اللي كيشدوا فيه الرانديفوات، قالت لي اش غندير لك؟ قلت لها ودي يا بنتي غير عطيني الرانديفو. مشيت في يمكن في شهر 10 او شهر 11، بقيت كنجري هذه المده كامله وانا كنجري، ما عرفتش وما رقيتش يد المعاونه. لما مشيت قالت لي اودي، قالت لي راه باقي الحال، سيري حتى 2019 شهر 3 عاد يمكن تدخل عند الدكتوره اللي باغا دير لك هذا الشيء. قلت لها اودي غير ديري لي الرانديفو دابا. دارت لي الرانديفو حتى 2003 عام كله وانا كنتسنى، حتى 2003 في شهر وقيله لما يظن انا ما عارفاش العام بالضبط، انا كنقول لك 2019 من شهر 3 ديال 2018 يمكن، المهم عام هو عام انا ما عارفاش الشهور بزاف باش غنضبط لك. عام وانا كنتسنى، دخلت في 2018 حتى 2019 عام وانا كنتسنى، هاد الدكتور هو اللي عطاني باش ندير هذاك قال لي الشبكه. لما مشيت لحق الوقت باش نمشي، دخلت قلت لهم اودي انا راني جيت، هاد الدكتور قال لي ديري الشبكه، رانا عندي رانديفو باش يوجهوني، حيدوا لي الرانديفو وضربوا لي على هاد الورقه وقالوا لي انت راه ما عندكش باش ديري الشبكه، ما عندكش رانديفو ديال شهر 3 14، راه عندك غير القاعة 3. انا ما عرفتش مناش، واش مولات الرانديفو اللي عطاتني هي اللي زرفتني، واش الناس اللي انا مشيت باش يدخلوني عند داك الدكتور اللي باغا ندير عندو انا الشبكه هما اللي زرفوني، واش تزريفه في البنت اللي عطاتني الرانديفو، واش تزريفه في البنت الاخرى اللي قالت لي عندك القاعه 3. انا عييت بهاد البنت، انا كنطلب الموجهين وكل شيء المسؤولين يعاونوني في هاد البنت، راه ماشي هي اللي كطيب، راني انا اللي كنطيب، راني انا اللي كنتمحن، راه لما كنمشي في الطوبيس راه كتبقى كتقيا وكترد على الناس والناس كيهربوا مني. واحد النهار واحد الوحده بغيت نضارب انا وياها في الطوبيس، قالت لي ما توقفيش وما تكيش عليا، الطوبيس عامر وانا ببنتي كنمشي وكنجي، كنتكى على شي واحد، كنجي في شي ولاد الناس كينوضوا وكيبركوني، كنجي في شي وحدين ما كيعتبرونيش انا كاينه كاع، انا ما كيعتبرونيش كاينه، اللي تكيت عليه كاين اللي كيبغي يقولك عارف من المحمديه لكازا اشنا هو الطوبيس، تمشي مع 8 خاصك تكوني تم، كتمشي مع الناس الخدامين كله وخدمته، كنمشي مع 7:30، بعد المرات كنمشي مع الاذان، لما تكون عندي 8 كنمشي مع الاذان ديال الفجر انا غاده باش كنخلص طاكسي، طاكسي مضوبل في هذيك كورونا، كنخلصت على البنيه وعليا وعلى اللي كيعاونني، بعض المرات كتمشي البنت عندي كتعاونني، بعض المرات كيمشي الزوج ديالي اللي ما كانش خدام، الخدمه ديالو غير بيطاليه، نهار كيخدم ونهار ما كيخدمش، كيخدم عند الفلاحه
وعارف الفلاحه في الكورونا اللي ما كايناش اي خدمه، ما كايناش بنادم راه تقهر وهو ما عندوش هذا الشيء ديال العلاج ديال البنت. انا مازال ما وصلتش ليها كاع، مازال ما عطاونيش الدواء، مازال انا خايفه على هذه البنيه غير اللي تمشي لها الرجيله وما تبقاش كاع، وحتى تقريبا يحك حتى الركيبه لحقاش الا هذاك المرض تطور كيزيد اكثر واكثر. الدكتور الاول قال لي عندها العصيبات كيتلاشاو ليها، هاد العصيبات انا بغيتهم يتداواو، انا بغيتهم يشوفوا في هاد البنت باش تداوى ليا، ما بغيتش نبقى تالفه، بغيت نمشي الطريق وحده، ما بغيتش يبقاو هادوما لي الرانديفوات كيراوطوا فيا، نمشي انا في شهر ثلاثه، نمشي انا باش ندوز شاده الرانديفو لشهر ثلاثه 15 يقولوا لي القاعه ثلاثه. انا بغيتهم يوجهوني، بغيت يشوفوا الحاله ديال البنيه ديالها ويشوفوا حتى الحاله ديالي انا. انا ما بقيتش انا الليل ما تنعش، كتشوف هاد الحاله الليل ما تنعش. واش لحقك لهذوك الاطباء؟ الاطباء الله يعمرها دار. الدكتور الاول ديال العصب اش دار على البنيه؟ ولكن انا ما في حاليش باش نبقى راجعه عنده غدا عنده، هو اختصاصي في ديال العصب، ما يمكنش لي غيشوف لي شي دكتور اخر، كل واحد والاختصاص ديالو. اللي دزت عنده كتبقى فيه الحاله ديال بنتي. حاليا لما دزت عند مول العظم قال لي شدي رانديفو، مشيت باش نشدو رانديفو في السيبير، قال لك لا شدي رانديفو في السيبير. كنقول له ما ودي الحاله ديال بنتي راه ماشي رانديفو ديال السيبير. لما مشينا شدينا رانديفو في السيبير عطاونا قالوا لنا مده 3 شهور تسناو الرد، تسنينا تفاتت 3 شهور ما ردوا علينا، ما قالوا لنا حتى شي حاجه. مشيت انا هزيت هذيك الورقه ديتها للاستقبال اللي باش كيدوزونا عند الاطباء، قالت لك انت هذه ما هياش هذه شنو هي هذه؟ انت شاده الرانديفو؟ قلت لها انا راه على 3 شهور وبادي الرابع. قالت لك هذا الرانديفو اصلا دوزتيه، انا لما مدوز الرانديفو اش غادي انا للسبيطار؟ واش انا عاجبني باش نمشي ندور انا في كازا؟ واش انا غادي على واحد الحاله بنت مركبه فوق ظهري كتقتل فيا؟ انا راه مرت ماشي غير البنت، انا راه حاليا مرت، انا راه غندوز فيا العصاب، بدي عندي الحرق في الركابي، عندي باش نقول لك نركب بنتي. وكنمشي للسبيطارات كرسي متحرك كرسي متحرك ما لقيتوش ليها، ولما كاع تلقاي الكرسي متحرك الطاكسيات ما بغاوش يهزوك بالكرسي ديالك. اي طاكسي كيشوفك هازه بنت عندها كرسي كيهرب ما كيبغيش يركبك. انا حاليا غير كروسه ديال الدراري الصغار كنديها ما كيبغيوش يهزوها ليا، كيقولوا لي ما عندناش كيفاش نديروا لهاد الكروسه بالتعاوريط باش كنهز. واحد كيبغي وواحد ما كيبغي، كيجي شي واحد اللي يكون مزيان في الطاكسي عاد كيهز لي كرسي متحرك ما تليش قادره حتى نركبها. واش ملي كانت عندها 3 سنين وانا متبعه في الهاروشي ما وصلت لوالو، ما داروا معايا حتى شي حاجه، ما عندهاش حتى الدواء غير الدواء بالرجيله ديالها باش ما تبقاش كيتكل ليها اللحم ديالها، والو مازال ما وصلت لشي نتيجه. انا كنطالب من اي واحد محسن او طبيب او دكتور كبير ياخذ بهاد العين ديال هاد البنيه وما يبقاش يخليني كنتلاوط، وما يبقاش يخليوني تالفه ودايخه مع الرانديفوات. راه هذا الجاه راه هذا الجاه، راه الرانديفوات تلفوني ودوخوني الحاله مستعجله ديال بنتي. كيعطيو انا دايره التحاليل خاصني ندخلها للدكتوره باش تقراها، خاصني نشد ليها رانديفو. واش الدكتوره اللي متبعه بنتي؟ انا دوزت دابا التحاليل مثلا كيعطوني 20 يوم 15 يوم بعد مرات شهر شهرين باش كنشد هذوك التحاليل وكنبغي نديهم للدكتوره. الدكتوره كيقول لك سيري، لما كنمشي للدكتوره خاصني ثاني 6 شهور اخرى. هذوك التحاليل انا اللي درتهم راه ضاعوا، خاصني تحاليل اخرى نعاود ندير تحاليل اخرى؟ ميمكنش. واش هاد البنت مناش مخلوقه؟ اذا انت كتعاني مع البنيه ديالك ومع السبيطار في نفس الوقت؟ كنعاني مع البنت الحمد لله على ما عطانا ربي، ولكن كنعاني من هاد الشيء ديال الناس اللي ما هماش اطباء. الاطباء الله يعمرها دار، حتى شي دكتور ما لحقت لعندو وما شافش فيا واحد الشوفه ديال المحبه وديال العطف على ديك البنيه، كيقلبوها وكيعاودوا يقلبوها. الدكتور غير الدكتور الاول عايرني وقال لي هاد البنت رخيتي فيها، قلت لي ما رخيتش فيها انا، رخاو فيها قلت لي الناس اللي كيعطيوني هذاك الشيء ديال الرانديفوات. ودابا زادوا كثروا على الناس الحالات المستعجله لما داروا لينا الرانديفو في السيبير. الرانديفو ديال السيبير ميمكنش. انا دابا كنمشي شديت غير لاكارت، بغيت نصايب لاكارت على حساب انا اللي ضامنه بنتي، درت لاكارت مشيت شديت رانديفو باش ندير لاكارت، عطاوني الوقت والنهار. علاش ما يديروش لينا الوقت والنهار بحال رانديفو ديال اللي كنديروا هذاك الشيء ديال لاكارتات؟ علاش ما يديروش لينا بحال هكا؟ علاش ماشي نمشيو للسيبير؟ حنا ماشي كنقولوا السيبير خايب، انا عمر السيبير ما كان خايب، الناس اللي فيه راه مثقفين،
الناس اللي هما كيصيفطوا لهم هما اللي ما كياخذوش بالعين الاعتبار ديال الناس المستعجلين. دابا كيخليو على بنتي انا حاله مستعجله، ويمكن يسبقوا واحد اخر اللي غادي ما ضاره يغيدو او عير ركبته يمكن يدور عليها غاباندا. بنتي انا الرجلين رجيلات الصبيعات كلشي كيتلاشاو ليها، اذا الرجلين داولها راه ما بقاوش كاع. وانا كنطلب من هاد الناس شوفوا بالحاله ديالنا بهاد الاطباء والمحسنين، بغيت انا بنتي غير الدواء، ما بغات حتى شي حاجه.